طالب مزارعو الضروعية تسهيل إجراءات تسلم محاصيلهم من الحنطة المسوقة إلى السايلوات، وذلك للتكاليف الباهظة للحصاد والنقل، مثمنين مساندة محافظ صلاح الدين ودعمه لجهود الدفاع المدني وإرسال مفارز إطفاء بالقرب من حقولهم الزراعية. الزميل جاسم أبو جاسم حضر ميدانيا وأعد لنا التقرير التالي. طالب المزارعين من أبناء الضلوعية والمناطق المحيطة بها الإسراع باستلام محصول الحنطة المسوق عبر السيلوات الموجودة في قضائي الدور وسامراء، وذلك للتكاليف الباهظة في النقل وعدم رفض اللجان المشرفة بالاستلام لمحاصيلهم تحت أي ذريعة كانت. الواقع زراعة السنة بالنسبة مطر ماكو، والكهرباء ضعيفة، الغاز شوي هم أذانة، نشتري الغاز البرميل ب 120,000 ومطر ماكو. السنة حتى الانتاج مال الزرع يعني قليل، كل الفلح صلاح الدين يعانون من هذا الشيء، الانتاج قليل، والادغال السنة مبيد الدعم الزراعة ما دعمنا بادغال المبيد مال الادغال، اشترينا يعني اسواق سوداء، فاذا ظلينا هيك ما راح نقدر نزرع، راح نبطل اكو فلح بعد قالوا ما نقدر نزرع، لان خسارة، واخر مثال مستحقات مال 2020 لحد الان بها ما مستلمه، اكو فلح الان لسه ما مستلم لحد الان. حصدنا ودينا للسايلو، السايلو 15 يوم يلا طب وترايله على السايلو. من الطب على السايلو ينطونها رفض، يعني لا يقبلونها لا اولى ولا ثانيه. رفض. ومن هين الاجور مالتها ترايله 1.5 مليون يلا اتصال السايلو. وتعبنا يعني احنا الفلح هل تعبنا. ناشد الوزير الزراعه أن سهل لنا أمر للسائلو، والحنيط ظلت الفلح تعبت. المزارعين طالبوا من السيد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل بإنشاء سائلو في مناطقهم، وذلك لتعدد منافذ التسليم وسرعة بالتسويق، مثمنين دور رجال الدفاع المدني المرابطين بالقرب من حقولهم الزراعية خشية من حصول أي حوادث عرضية لا سمح الله، مع التأكيد على إيفاء الجهات ذات العلاقة بصرف مستحقاتهم من مبالغ عن قيم الحنطة المسوقة للأعوام السابقة. طالب بش اسمه بسائل غريب يعني علينا، نطالب هذا بسائل لأن سائل بعيد علينا، ومن يروح أبل شو اسمه أبل يجور يقرب سرة هناك، أولا سرة بعيد وحسب كثير يعني وأجور، ويرد بالأخير تطلع رفض، لا تاجر يستلم لا سايلو يستلم لا هذا، ولا الحب مكوم ما حد يستلمه، يعني انا كل الماخذه الحب والكيمياء والهذا كله ماخذه للموسم عدين اي، يعني انا هسه من ماخذه بدين الحب ما انسد ابل شو اسمه يريد من عندي. الدفاع المدني ناضلوا وجاهدوا من اجل المنطقه، هسه اللي هم اللي موجودين متواجدين في قاطع الضلوعيه في الاطراف المحاديه بين منطقه الجبور البصليبيه قصر اجلي غادي البريه نقصد احنا نقول، وانا الرجال احد المزارعين واللي عندي حاصوده، يعني في اي وقت اتصل على اخوان الدفاع المدني يجون فورا، يعني احنا السنه الحمد لله اشكر ما سمعنا اي حريق في المنطقه، ونشكر جهودهم بارك الله فيهم الدفاع المدني على جهودهم الطيبة وبارك الله بهم. مقولة لطالما رددناها ورددها الآخرين من جد وجد ومن زرع حصد. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، برار الضلوعية.